على مساحة تفوق 25 ألف هكتار تمتد غراسة أشجار اللوز بأكنول نواحي إقليم تازة. المناخ الملائم وجهود المزارعين ساهم في رفع إنتاج اللوز إلى أكثر من 1500 طن. نشاط فلاحي شجع على إنشاء التعاونية النسائية لإنتاج وتثمين اللوز بتغزلتين التي تضم حوالي 70 منخرطة. بدينا الخدمة في 2014، عندنا واحد مجموعة تقريبا ما يقارب 15 حتى 20 عائلة كتستافد مباشرة من التعاونية، يعني هادو كيخدموا تقريبا 6 شهور حتى 7 شهور كيخدموها تما بالتعاونية كيستافدوا مباشرة، والعضوات الأخريات هما كيتسناو الربح ديال التعاونية عاد كيقسموا بيناتهم. تأسيس وحدة عصرية لتثمين اللوز بأكنول في إطار برنامج التعاون بين المغرب ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية ساهم في تطوير عمل التعاونية النسائية تغزرتين التي رأت النور قبل 6 سنوات، إذ تم اعتماد آلات حديثة لتكسير وتقشير اللوز، وهي العملية التي كانت تقوم بها النساء بطرق تقليدية في المنازل وكانت تتطلب وقتا ومجهودا كبيرين. الحمد لله كنستافدوا مزيان، خدامين مزيان الحمد لله، خدامين على ديورنا وعلى راسنا. كنا كنهرسوا هذا المنتوج بيدنا في ديورنا، كنا كنتعذبوا فيه بزاف. دابا الحمد لله جاوا الناس وتعاونوا معنا وداروا لنا هذا المشروع هذا، الحمد لله ولينا كنهرسوا بالمواكن وكان جاتنا خدمه سهله. الخدمه ديالي في التعاونيه كنسوق اللوز، كنمشي على المعارض كنبيع اللي تما، وكاين الاقبال بزاف المعارض، هو منهم المعرض ديال الدولي ديال الفلاحه ديال مكناس، وشاركنا فيه شي 4 ديال المرات، وشاركنا في المعارض، المعرض ديال تفراوت والمعرض ديال تاونات والمعارض ديال المحمديه وديال الدار البيضاء. تغليف وتعبئة المنتوج بطرق عصرية ساهم في تذليل عقبات تسويق لوز أكنول المشهور بجودته العالية، تسويق كان لا يتجاوز في السابق الأسواق الأسبوعية للمناطق المجاورة.